بالنسبة كذلك لي حتى للظروف التي سادت ربما والمشهد الذي صور يعني بالنسبة لي تم نقله وهو توافد العنصر الشباب عنصر الشباب بدرجة كبرى. لا ننسى أن يعني الظرف كذلك يتعلق بعطل عطل لازلنا في العطل الدراسية خاصة بالنسبة للفئة الجامعية، وبالنظر كذلك إلى توافد طلبة الجامعيين والمتمدرسين في الجامعات على تسجيل في القوائم الانتخابية لإدلاء بأصواتهم، ناهيك كذلك عن انخراط هؤلاء حتى في الحملة الانتخابية. لا ننسى أن عديد الفئات الشبانية التنظيمات الطلابية قد ساندت المترشحين كل حسب توجهه وحسب قناعته، بالإضافة كذلك إلى مستوية الوعي السياسي التي تم يعني رصدها وتم تسجيلها في الأداء الانتخابي للمواطن الجزائري وإحساسه بروح المسؤولية في أداء واجبه من جهة وحقه الانتخابي من جهة أخرى.